أيضا ننتقل إلى المنطقة الشرقية أيضا من كييف، وهنا مدينة خاركيف المحاذية لروسيا. هناك إعلان من الجانب أيضا القوات البرية الأوكرانية تؤكد أنها فجرت أيضا جسرا عند مرور رتل عسكري روسي كان يتجه إلى مدينة إزيوم جنوب خاركيف شرقي أوكرانيا. ماذا عن المعركة الآن في خاركيف؟ هذا ما أقوله، يعني خاركيف نحن غسلنا منها وقلنا أنها أصبحت تحصيل حاصل بالنسبة لروسيا. ماريوبل أيضا نفس الكلام، يعني تعدل روسيا السيطرة عليها ولا نجد حتى يعني أثر لمعارك، وفجأة نلاحظ أنه تهب عمليات في هذه المناطق تؤدي إلى خسائر كبيرة في الجانب الروسي. لذلك يعني لم نعد نستطيع أن نقول أن هذه المنطقة أصبحت بيد روسيا. ما خاركيف معرضة لأن تكون فيها لا تزال معارك جديدة وأكثر من ماريوبل. وبالتالي بالنسبة لإذا ما كانت الأوضاع العسكرية في خاركيف هكذا، هناك التقارير تتحدث وغربية عن أن هناك عودة مرة أخرى للقوات الروسية إلى كييف اليوم في ظل التركيز على الدونباس، هل باستطاعت روسيا العودة مرة أخرى إلى كييف؟ والله كعتاد وأعداد عسكريين تستطيع روسيا أن, 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 أن تطوق ليس كييف، تستطيع أن تطوق الصين. لكن المشكلة أنه كما أسفت لك أنها ترسل بهذه الأعداد من الجنود أو من تسميهم الجنود وبهذا العتاد لنكتشف في داخل المعركة ومن خلال مجريات المعركة أن لا جنود جنود ولا العتاد عتاد.